السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم وصفه نتاع الشباكيه، بغيت نبارطاجي معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحضر الشباكيه. وقبل هذا بغيت نقول لكم عشركم مبروكه، يا ربي يدخل علينا ان شاء الله شهر الصيام بمغفره الذنوب وبالصحه والعافيه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا نص كاس لوز منقي ومطحون مزيان، يعني كنسلقوه وكنقشروه وكنطحنوه مزيان. عندي هنا نص كاس ديال الزنجلان كنحمروه غير شويه وكنطحنوه هكا حتى هو كيكون مطحون مزيان. عندي هنايا كاس ما عامرش ما بين الزيت والزبده. عندي هنايا كاس الا ربع ديال ما زهر. عندي معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره نافع. عندي واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم ولا ديال شويه نتاع زعفران. عندي معلقه كبيره ديال الخل. عندي قبصه ديال الملح. عندي 600 غرام فارينة. وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. الا بغيتو ديروا فيها الخميره ديال الخبز كدير واحد شويه بصح، غير واحد شويه، غير واحد راس ديال المعلقه باش العجينه ما كتخمرش. هادو هما العناصر اللي كنحتاجوهم باش كنعجنوا العجينه ديال الشباكيه. كنبداو على بركه الله. طريقه التحضير، كنجيب واحد القصعه كنديروا فيها الفرينه، كنبداو بالنواشف، كنديروا الفرينه، كنديروا القرفه وكنزيدوا عليها النافع. كنزيدوا داك اللوز والزنجلان، واحد القبصه ديال الملحه، وكن نبسو هكا مزيان داك الفرينه وداك العناصر بحال الا كنديروا هكا شي صابلي، ولا بحال الا كنبسو نديروا الطعام باش مزيان هذاك العناصر يدخلوا مزيان في الفرينه. من بعد انا جبت واحد الغربال، نغربل كاع داك الشيء، الفرينه وداك الزنجلان، داكشي كنغرب له كلشي باش كلشي كيفوت وهكا كيتخلط دغيا باش مابقاش دوك الحبيبات هكا مجمعين في العجينه. هنا كملت دوزت كلشي داكشي. كنجيب دابا كندير السوائل اللي كنعجن بهم العجينه. كندير داك المازهر اللي عندي، كنزيد معاه الخل، كنديرهم في واحد الكاسرونه، وكنزيدو شويه ديال الخرقوم. الا بغيتو ديروا زعفران كديروا زعفران. صافي كنخلط هكا شويه. كنزيدو نص معلقه صغيره ديال الخميره، وكنزيدو هذيك الزبده والزيت. انا داك الخليط ديال الخرقوم والماء والمزهر حميته، ضروري كتسخنوه مزيان، هو باش كنعجنوا به العجينه. هكا العجينه ما كندلكوهاش بزاف. الا درنا السوائل بارده، داك الماء داك المزهر والخل الا كان بارد، ملي غنديروا في العجينه مع العجينه فيها الزبده، العجينه غادي تقساح، ديك الزبده غادي تقساح، وغادي خسر العجينه خسر بزاف ديال الدليك. هكا انا كنسخنهم في الكاسرونه، والعجينه كتجي طريه وما كتحتاجش بزاف ديال الدليك. كندير ديك الكميه كامله اللي عندي. ولا شفتوا لها مازال شفتوا العجينه مازال ما تجمعت لكمش، كنزيدوا الماء عادي حتى هو سخنته، وزدت له شويه ديال الخرقوم. صافي وعجنت العجينه ما خصهاش تجي قاسحه وما خصهاش تجي مطلوقه. الا كانت مطلوقه غادي تبقى تعذب لكم، ملي تبقاو تشبكوها غادي تبقى تلصق. صافي كندلكوها واحد شويه هكا كما قلت لكم ما كتحتاجش الدلك بزاف، لحقاش داك المحامي كيعاونها. هاي العجينه كي كتجي ما قاسحه ما مطلوقه، كنديروها في واحد الساشي وكنخليوها ترتاح واحد شويه، واحد نص ساعه. العجينه من بعد ما ارتاحت كتولي مطلوقه وكتولي رطبه كما كتشوفوا. صافي كندير شويه ديال الفرينه فوق البلون طرافاي. كنقسم العجينه على اربعه، صافي وكل كويره كنجمعوها كويرات، 4 نتاع الكويرات، وكنبداو ندلكوها هكا بالمدلك.
كل كويره كنحلوها هكا على شكل مربع وكنطويوها على هكا على أربعة باش ملي كنبسطوها كتجينا سهله. وكان كنحاولوا هكا كندلكوها نسرحوها شويه بالمدلك وكنديروها نردوها في داك الساشي اللي كنا خليناها ارتاحت فيها قبيله. كنكملوا كامل الكويره الثلاثه اللي عندنا وكنردوهم في داك الساشي وكنخليوها ترتاح واحد شويه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. من بعد صافي ملي ارتاحت شويه ديك العجينه كندوز باش كنشبكها. كما كتشوفوا كل مربع شديته كندير دائما الفرينه باش ما كتلصقش. كل مربع كندلك هكا بالمدلك ما كنرقوش بزاف غير شويه وكنقسموه على ثلاثة ولا على أربعة باش كيجيني ساهل في ملي كنورقه. لحقاش غادي نورقه في الماشينه ما غاديش نورقه هكا. نتوما الا كما كاتش عندكم الماشينه نتاع التورق بلا ما كتقطعوا هكا الكويرات كل مربع بلا ما تقطعوها على أربعة يعني كتسرحوه ديريكت. انا هنا كندوزها في الماشينه صافي كنديروها رقيقه. كنشدوا داك القطاعه كنقطعوا لها الجناب وكنقطعوا كما كتشوفوا. اي واحد كيعرف الطريقه ديال التقطيع نتاع الشباكيه كنديروا خمسة نتاع الخطوطه والسادسه كنقطعوا. هنايا كما كتشوفوا طويت الشباكيه هكا على جوج. من بعد كما كتشوفوا القنوت جمعت القنت مع القنت وكنتحي صبعي لتحت وكندور الشكل ديالها كي كيجي. نعاودكم معاكم وحده ها هي كي كتجي كتطويوها وكتحلوها هكا باش ديك التقيبه كتبان في الوسط. كتلصقوا جوج جناب كتلصقوهم مزيان باش من كيطيبوا ما كيتحلوش كندخلوا صبعنا وكنقلبوا. ودوك القنوت كنحاولوا كنحيدوهم الا كانوا بزاف كنحيدوهم هكا بالقطاعه صافي. كنعطيوها واحد الشكل هكا وكنحطوها كنكملوا الكميه ديالنا كامل اللي عندنا. انا هنايا درت لكم عده مرات وانا كنعاود باش اللي ما كيعرفش يشبك يحاول يشوف الطريقه مزيان. درت لكم هنايا العرض البطيء يعني باش كتشوفوا مزيان كتحيوا صبعكم لتحت وكتقلبوا الحبه ديال الشباكيه وكيدير لكم هذا الشكل هذا صافي. كنكملوها حتى كنكملوا كاع العجينه اللي عندنا وكنديرهم في واحد البلاطو. من بعد ما كملنا كامل الكويرات اللي عندنا من بعد ما كملنا العجينه اللي عندنا ها هي الشباكيه من بعد ما شبكناها كي كتجي. ملي كنكملوها كاين اللي كيخليها تنشف وكاين اللي كيقليها ديريكت. انا قليتها ديريكت. هنا العسل اللي استعملت انا هذه لا مارك ديال ليدل ديال 500 غرام. كما كتشوفوا درت انايا الزيت تحمى وجدت العسل ما كنحميوهاش ضروري خصها تكون بارده وما كنزيد فيها حتى حاجه. كنبدا نقلي الشباكيه انا كندير غير بشويه ما كنكثرش باش ما تغلبنيش. كما كتشوفوا الشباكيه كتكون صغيره انا كنديرها في الزيت وهي كتنفخ وكدير دوك البواوق وكتجي يعني دوك البويوقات كيدخلوا فيها العسل كتجي رائعه صراحه. صافي كتقلعوها كتقطروها من الزيت وكتدحيوها ديريكت في العسل وكتخليوها كتشرب شويه العسل. كما كتشوفوا هنا وجدت واحد الصفايه اللي غادي ملي نقلعها من العسل غادي نحطها تما. من بعد كنزيدوا لها شويه ديال الزنجلان. انا النص درت فيه الزنجلان ضروري يكون محمر. انا النص درت فيه الزنجلان والنص درت فيه اللوز البودره ديال اللوز مقشر مطحون. بلاصه الزنجلان درت اللوز باش هكا يكونوا عندي جوج ديال الشكالات وحده ديال الزنجلان ووحده ديال اللوز. وهو الشكل النهائي هي الشكل النهائي تاع الشباكيه من بعد ما درتها في طبق التقديم. ها هي كي كتجي. كما قلت لكم انا النص درتو بالزنجلان والنص درتو باللوز مرفوق هكا مهرمش. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ناجحه 100%. وكما شفتوا في الفيديو درت لكم العرض البطيء اللي ما كيعرفش يشبك الشباكيه. طريقه سهله وواضحه. كما عودتكم في اخر كل فيديو كتشوفوا كي كتجي من الداخل. كما كتشوفوا كتجي شاربه العسل وكتجي مبوقه من الداخل. نتمنى الوصفه نتاع اليوم تعجبكم. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوليش اشتراك ولايك وتفعيل الجرس
ورمضان مبارك كريم، وشكرا على المتابعة.